الوالد الله يرحمه الأمير محمد له مجالات كثيرة في وقوفه مع الناس وقضاء حوائج الناس. في من أحد الحوادث رجل لجأ له، كان مطلوب، قتل شخص بالخطأ، فلجأ له، وقف معه وأخذه وراح فيه إلى الملك سلمان الله يحفظه، وقتها كان أمير منطقة الرياض. وكان مطلوب يدورونه هالرجل، وهو كان القتل بالخطأ وليس بالعمد. فوقف مع الوالد وقابل الملك سلمان على الصبح، جاه زاره في البيت، وحتى وقت الفطور يعني صباحا. فقال: وش فيه خالي الصبح؟ قال: جايك في موضوع. قال: أبشر من عيوني إلا موضوع الرجل فلان. فضحك أبوي، قال: ليش فلان يعني؟ قال: يا خالي، دخل إلى وسط حماي وقتل الرجال. ضحك أبوي، قال: والله يا أبو فهد، إذا حماك فقط بس بيتك ومزارعك، رحنا حنا، أنت حماك كل الجزيرة العربية من أقصى حدودها في اليمن إلى حدود الشام. فأيقن يعني هذا دهاء الملك سلمان، أنه عرف حاجة محمد بفراسة، فراسة الملك سلمان اللي معروف عنها، أنه درى أنه جاي عشان حاجة معينة، فاستثنى الرجل هذا اللي يقصده. وحكمة الوالد أنه يعني يهدي من غضب الملك سلمان، أنه أنت حما كل المملكة تحت حمايتك. وهذه الحقيقة يعني، وما قصر طويل العمر الملك سلمان الله يحفظه، وقف وعرف قصة سبب القتل وتوسط، والحمد لله اعتقوا الرجل، وعساها تعتقهم من النار بإذن الله، هو خاله.